بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي بفرعي الاحيائي وكذلك التطبيقي. رجعنا وياكم بالمحاضرة الثانية من الفصل الثالث الاتزان الايوني. بعدنا بموضوع الحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفة بس الاسئلة اللي من النوع الاخر. الاسئلة من النوع الاخر اللي هو قانون التخفيف وكذلك بعد النسبة المئوية اللي اقدر اطلع من خلالها كأيه. الان احنّا بصدد موضوع قانون التخفيف. قانون التخفيف يقول التركيز بعد التخفيف يعني التركيز الثاني يساوي التركيز الأول الابتدائي على عدد مرات التخفيف. طبيعي من ضمن السؤال يقول لك المطلب الثاني جدّ تركيز بعد تخفيفه 100 مرة أو ألف مرة. هذا السؤال مثل من خلال هذا السؤال خلنا نشوف. يقول احسب تركيز اتش الموجب في المحلول المائي للفينول الكي أي منطيها. الذي تركيزه 0.2 ولا السؤال طبيعي من خلال الأسئلة اللي سابقة نحله طبيعي. الفينول حامض لو ضع- قاعدة عفواً، حامض لأن منطق كي KA، طيب حامض ضعيف أو قاعدة أو حامض قوي؟ حامض ضعيف لأنه بي موجود KA. الفينول الصيغة مالته C6H5OH، يتفكك بتفكك سهمياً راح ينطيني C6. H5O سالب وزائد الH الموجب ايش تركيزه 0.2 مولار ايش هنا صفر لان ما اعرف ايش اتفكك تفكك وايش دخلت منه بدايه التفاعل المرحله القادمه شلون 0.2 ناقص اكس لانه ما اعرف ايش استهلكت منه باعتباره غير تام يتفكك تفكك غير تام هنا اكس وهنا اكس هاي الاكس طبيعي ان تهمل لانه قيمتها صغيره مقارنه بالتراكيز الاخرى اذا الكي ايش راح تساوي لي راح تساوي لي اكس تربيع لانه اكس في اكس نواتج على المتفاعلات على او بوينت اثنين مولاري ويؤدي الى الكي ايش قد الكي اي واحد بوينت ثلاثة في عشرة السالب عشرة تساوي لي اكس تربيع على او بوينت اثنين طرفين بوسطين هذا مقامه واحد الاكس تربيع راح تساوي لي واحد بوينت ثلاثة في او بوينت اثنين في عشرة والسالب عشرة او بوينت اثنين في يعني اثنين في ثلاثة عشر هاي الاثنين وهاي الثلاثة عشر اثنين في ثلاثة عشر ستة كم مرتبة واحد اثنين اذا راح يساوي لي او بوينت اثنين ستة وعشرين في عشرة والسالب عشرة هذا الاكس تربيع بالجذر اعتقد جذر ال 0.26 يساوي لي 1 51 او 0.26 يساوي لي 0.51 هذا جذر ال 26 بالجذر راح يساوي لي الاكس راح تساوي لي بالجذر 0.51 في 10 سالب 5 هذا تركيز الاتش الموجب من المتأين من الاكس اللي هو هذا الاتش الموجب وكذلك لهذا الحامض النقطة بعد تخفيفه مئة مرة يعني يريد تركيز الاتش الموجب بعد تخفيفه مئة مرة خلينا نشوف التخفيف بعد تخفيفه مئة مرة راح اقول التركيز الثاني من خلال القانون اللي اريد اطلعه ان مال الاتش يساوي لي التركيز الاول قبل التخفيف من خلال قانون التركيز الاول قبل التخفيف ايش قد؟ التركيز الاول او بوينت اثنين. على عدد مرات التخفيف ايش قد قايل لي عدد مرات التخفيف؟ 100 مره على 100 وتساوي لي 2 بوينت على 100 فرضا لو كانت 2 على 100 راح تساوي لي او بوينت او 2 بالمية لانه مرتبتين بينما هاي كانت شقد هاي صارت اثنين بها مرتبه اذا راح تصير اثنين بالالف او بوينت هاي مرتبتين وهاي وحده ثلاثه صفر صفر اثنين اذا راح يساوي لي صفر بوينت صفر صفر اثنين مولاري شلون عرفت هاي بس انتبه علي يا عزيز الطالب ثلاثه على مية شقد يساوي لي اكيد ثلاثه بالمية مرتبتين لان مرتبتين أربعة على ألف كده يساوي لي؟ كم مرتبة؟ ثلاث مراتب هاي صفر واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة بالألف طيب إذا كانت الصفر بوينت ثلاثة على مية، أحسب كم مرتبة هنا؟ كم صفر؟ صفرين صفرين، وهاي مرتبة ثلاثة يعني, ثلاثة يعني ثلاث مراتب صفر، صفر، ثلاثة ليش؟ لأنه مرتبتين بين الصفرين وهاي المرتبة الثالثة هاي ثلاثة اذا هسه انا شلون عرفت 2% لو كان 2 على 100 2% بس مرتبتين بس هاي مرتبه وذن مرتبتين صفرين صارت ثلاث مراتب 2 بالالف طلعت التركيز الثاني بعد التخفيف اجي اشتغل شغل طبيعي هسه مره ثانيه هنا شلون راح يصير الشغل هم اكتب المعادله سي 6 اتش 5 او اتش تعين تفكك غير تام سي 6 H5O زائد H الموجب ايش قد التركيز اللي هو هذا طلعت التركيز الثاني بعد التخفيف لانه هو يريد التركيز الثاني يريد تركيز H الموجب بعد تخفيفه 100 مره لذلك راح أعوضه هنا 0.002 مولاري هنا صفر وهنا صفر شغل طبيعي 0.002 ناقص X بX بX اذا هسه الKA راح اطلعها تساوي لي اكس تربيع هنا هاي تهمل لانه قيمتها صغيره اكس تربيع على او بوينت او او اثنين مولاري نكمل السؤال هنا الكي ايج قد تساوي لي 1.3 في 10 سالب 10 تساوي لي اكس تربيع على او بوينت او او اثنين طرفين بوسطين راح يصير الاكس تربيع تساوي لي 1.3 في 10 سالب 10 في 0.002 الناتج راح يطلع لي 0.26 في 10 سالب 12. بالجذر الاكس راح تساوي لي 0.51 لانه جذر ال 26 موجود هناك. 51 بوينت في 10 سالب 6 وهذا الجزء المتعين من الهيدروجين تركيز الهيدروجين. وهو اللي رايده بعد تخفيفه 100 مرة طلع 51 في 10 والسالب 6 أما هنا طلع ايش قد طلع 26 بوينت في 10 السالب 5 يعني 51 بوينت في 10 السالب 5 هذا الجزء المتأين من الاتش الموجب لهذا السؤال القواعد الضعيفة القواعد الضعيفة تقريبا هي نفس شغل الحوامل الضعيفة نفس الترتيب نفس الشغل بس فقط بالمعادلة أضيف ال H2O أو ال HOH فرضا القاعدة أمونيا تساوي NH3 زائد H OH أو H2O تتفكك تفكك غير تام راح يعطيني NH4 وحدة من ال H راح تنجي هنا NH4 زائد OH السالب لكن هذا الـ OH والـ h 2 o ما يدخل بحسابات القاعده مجرد شغل طبيعي وشغل عادي مثل ما اشتغل بشغل القاعد الحامض عفوا نجي نمسح هذا ونحل هذا السؤال الاخير احسب تركيز ايون الهيدروكسيد السالب ودرجه التاين النسبه المئويه للامونيا تركيزها يساوي 0.2 مولاري شغل طبيعي هذا ضعيفة قاعدة ضعيفة شلون عرفتها من خلال ثابت التفكك المطيني ودرجة التأيين والنسبة المئوية الأمونيا الصيغة العامة NH3 لكن بالقاعدة الضعيفة لازم أضيف الماء لأنه التأيين بالقاعدة ما يتم إلا بوجود الماء H2O راح يعطيني NH4 زائد OH السالب هذا ما يدخل بالحسابات بس مو تخلي عليه علامة اكس بس ما يدخل بالحسابات ايش قد تركيز الاموني او بوينت اثنين مولاري هنا صفر وهنا صفر التركيز الثاني المرحلة الثانية او بوينت اثنين ناقص اكس وهاي تهمل هنا اكس اكس من خلال الكي اي راح اطلع او الكي بي عفوا لانه قاعدة راح اطلع تركيز الاتش موجب اكس تربيع على او بوينت اثنين جد الك اي. اي تساوي واحد بوينت ثمانية في عشرة وسالب خمسة اكس تربيع على أو بوينت اثنين الاكس تربيع طرفين بوسطين راح يساوي في 18 ستة وثلاثين. مرتبتين أو بوينت ستة وثلاثين في عشرة سالب خمسة جيد مرتبه مرتبت 4 في 10 اس سالب 5 جديد معطيني الجذر مال 36 معطيني جذر 3.6 ليش نقرب مرتبه حتى هاي تصير 10 اس سالب 6 اكس تربيع 3.6 في 10 اس سالب 6 ليش قربت لانه جذر 10 اس سالب 5 ما موجود بس 10 اس سالب 6 قرب مرتبه سهلي العمليه 3.6 الجذر مالتها بالجذر راح يصير 1.9 وجذر العشرة والسالب ستة يصير عشرة والسالب ثلاثة طيب ودرجة التعيون نسبة المئوية درجة التعيون تساوي لي تركيز الابتدائي التركيز المتعين عفوا على الابتدائي وتساوي التركيز المتعين هو هذا نفس اللي طلعته تركيز الاتش موجب 1.9 في 10 والسالب 3 على التركيز الابتدائي ايش ارجع للسؤال ايش التركيز الابتدائي؟ 0.2 هاي 0.2 العمليات الرياضية سهلة جدا احذف الفوارز واقسم قسمة طبيعية هاي الفوارز اللي حذفتها ويا هاي اكيد العشرة والسالب 3 راح تنزل 19 على 2 هاي 19 وهاي الاثنين 19 كم 2 ما بيها 18 كم 2 بيها تقريب 9 9 في 2 18 يزود 1 بوينت بصفر 10 كم 2 نص يعني 9 ونص في 10 والسالب 3 9 ونص في 10 والسالب 3 درجتين أما النسبة المئوية تساوي لي درجة التاين في 100 درجة التاين اشجاد 9 ونص في 10 والسالب 3 في 100 اقدر اقول 10 والسالب 2 موجب بالمئة البلمية نزلت واختصر ال10 اس 2 ال10 اس سالب 3 راح يصير 9 ونص في 10 اس سالب 1 الزايد مال السالب 3 ايش راح يصير بال100 ونص لغه المرتبه وال10 اس سالب راح يصير 95 بوينت عفوا هذا راح يصير مرتبتين راح يصير بوينت بال100 95 بوينت بال100 هذا درجه التعيين والنسبه المئويه وكذلك ثابت التعين أو تركيز الأتش الموجب هذا بالنسبة للقوانين مال قانون التخفيف بعد تخفيفه مئة مرة ألف مرة نفس الشغل نفس الترتيب للحوامض وكذلك للقواعد انتظرونا بالصبورة القادمة رجعنا وياكم أعزائي الطلبة طلبة الصف السادس الإعدادي التطبيقي والأحيائي بموضوعين أو سؤالين نوعا ما مختلفات بس هو نفس الموضوع حامض ضعيف والقاعدة الضعيفة يتأين حامض الخليك في محلوله المائي ذو التركيز بمقدار هذا المقدار احسب ثابت التأين يعني ايش من طين؟ يعني من نسبة مئوية ومن تركيز ابتدائي يريد ثابت الحامض ثابت التأين يعني يريد كي اي مجهوله الكي اي لو تلاحظ من خلال السؤال ومن خلال المعادلة تساوي لي اكس تربيع التركيز على التركيز الابتدائي. عكس تربيع شنو هو المتعين نفسه اللي اطلعه الابتدائي موجود بالسؤال اللي هو هذا جيد عدي ذني ما عدي بس الابتدائي لازم اطلع التركيز المتعين قبل ما ابدي مين اطلع التركيز المتعين التركيز المتعين منطيني النسبة مئوية لو تلاحظ سابقا قانون النسبة المئوية شو تقول تقول النسبة المئوية التركيز المتأين على الابتدائي في 100 بالمئة ايش قد النسبة المئوية هاي 4.2 بالمئة تساوي التركيز المتعين انا اريده الاكس افرضه اكس الابتدائي ايش قد او بوينت أو واحد مولاري في 100 بالمئة عملية رياضيات صارت حسابية اطلع من خلالها الاكس المئة 100 ويا ال 100% هذا افرض المقام واحد بسط واحد عفوا، راح يصير؟ راح يصير 4.2 تساوي لي 100 اكس على 0.01، صفر صفر هسه طرفين بوسطين هاي مقامها واحد 100 اكس ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 0.1% في 42، 4.2 في 0.01 صفر 100 اكس تساوي لي نفس المقدار بس كم مرتبه؟ واحد اثنين ثلاثه ثلاث مراتب، يعني ايش راح يصير؟ ثلاث مراتب راح يصير أربعة في عشرة والسالب الاكس ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي أربعة اثنين في عشرة والسالب اثنين الأكس على 10 اس 2 صعدت لي فوق راح تصير 10 اس سالب 2 و10 اس سالب 2 10 اس سالب 4 وعدي البوينت يعني راح يصير الاكس راح نحل هنا الاكس راح تساوي لي 4.2 في 10 اس سالب 2 على 10 اس موجب 2 هاي صعدت لي فوق راح تصير 4.2 في عشرة سالب اربعة وهذا البوينت راح يصير الاكس ادي اربعة اثنين واربعين في عشرة السالب خمسة هذا التركيز المتأين من الاكس هسه ارجع شغل طبيعي حامض الخليك تأين تأين غير تام CH3COOH موجب ينطيني CH3COO سالب زائد H الموجب قد الابتدائي الابتدائي مالتي 0.01 صفر. صفر هنا صفر وهنا صفر المرحله الثانيه 0.01 صفر. صفر ناقص اكس وهنا اكس وهنا اكس ثابت التأيين هذا يهمل ثابت التأيين اللي هو انا اريده كي ايش راح تساوي لي اكس تربيع على او بوينت او 1 انا الكي اي اريدها اذا الاكس ايش قد طلعتها من خلال الاتش موجب هذا الاكس كذلك سي اتش 3 سي دبل او سالب يعني القيمتين المقدارين يعني اكس تربيع ويساوي لي ايش قد الاكس تربيع هاي؟ 4 2 في 10 سالب 5 الكل تربيع ليش؟ لانه بالقانون الكي اي تقول اكس تربيع نواتج على المتفاعلات على او بوينت او واحد أربع الاثنين واربعين هاي الأربعة الاثنين هاي أربعة اثنين اثنين في اثنين أربعة اثنين في أربعة اربع. ثمانية صفر اربع فيه اربع فيه اربع. أربعة في اثنين ثمانية أربعة في أربعة ستاعش أربعة ثمانية وثمانية ستاعش ستة واحد سبعة واحد راح يساوي لي ألف وسبعمية أربعة وستين في عشرة السالب عشرة تربيع الخمسة يصير عشرة السالب عشرة على صفر بوين صفر واحد هذا قيمة الكي اي بعدني ما طلعتها كسر. وتساوي لي هاي راح تصير واحد سبعة ستة اربعة في عشرة وسالب عشرة وهاي عشرة وسالب اثنين. وتساوي لي المقدار هذا راح يصير هاي العشرة وسالب اثنين تصعد لي فوق تصير عشرة وسموجه يعني واحد سبعة ستة اربعة في عشرة وسالب ثمانية. هاي قيمة مقدار الكي اي للحامض اللي هو رايده من خلال النسبه المئويه طلعت له الكي اي شلون من النسبه المئويه التركيز المتين اللي هو اكس على التركيز الابتدائي طلعت له تركيز الاكس اللي هو هذا المقدار ومن خلال طبقت القانون مال ما كي طلعت من خلاله تركيز الكي من خلال الاكس تربيع والتركيز الابتدائي نجي الان للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده راح امسح هذا قبل ما أبدأ بالسؤال اختبر نفسك وقف الكاميرا وقف الصورة بالموبايل أو الحاسبة وشوف نفسك تقدر تحل هذا السؤال وبعدين ارجع شوف الحل مالتي إذا علمت أن النسبة المئوية لتفكك واحد بالعشرة مولاري من حامض الهيدروسيانيك يساوي جد ثابت التعيون الحامض يعني يريد الك أي مجهولة الك أي شنو قانونها قانونها أكس تربيع على الابتدائي الابتدائي وين موجود بالسؤال بقى بس الاكس تربيع لازم اطلع له الاكس تربيع من خلال يا قانون هو مطيني نسبة مئوية ومطيني تركيز هذا كل الطلاب او بعض الطلاب يشتبه يقول النسبة المئوية هاي لا النسبة المئوية الموجود بها هذا النسبة المئوية اما هذا تركيز اذا خلال قانون النسبة المئوية النسبة المئوية تساوي التركيز الابتدائي او المتأين على الابتدائي في مية بالمية وتساوي ايش قد النسبة المئوية منطيها صفر بوينت صفر واحد بالمية تركيز المتأينة انا اريد الاكس والابتدائي ايش قد صفر بوينت واحد في مية بالمية نفس الترتيب ونفس شغل الرياضيات النسبة المئوية تروح ويا النسبة المئوية واعتبر هذا بسط واحد وتساوي لي 0.01 صفر 100 صفر اكس على 0.1 هسه طرفين بوسطين اذا هذا مقامها واحد راح يصير 100 اكس تساوي لي 1 بوينت في 1 بال 100 بوينت ايش قد يصير كم مرتبه ثلاث مراتب 1 واحد في 1 1 اذا 0.001 ثلاث مراتب إذا الأكس إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي صفر 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 واحد على مية بمعنى واحد في عشرة أس سالب ثلاثة على عشرة أس موجب اثنين هاي من تصعد لي فوق راح يصير سالب راح يصير الناتج مال الأكس واحد في عشرة أس خمسة هذا تركيز الأكس اللي هو التركيز المتعين نجي الان نطبق شغل طبيعي شغل البدايه مال الحوامض الضعيفه حامض الهيدروسيانيك اتش سي ان يتفكك بسهمين لانه غير تام يعطيني اتش موجب زائد سي ان سالب من تفكك تفكك تام ايش قد التركيز مالته الابتدائي واحد هنا اكس عفوا هنا صفر لانه ما اعرف ايش صفر هنا ايش استهلكت منه ما اعرف ناقص اكس باكس إذا تساوي لي هذا يهمل كي اي تساوي لي اكس تربيع اللي هو اكس في اكس على او بوينت واحد ايش قد الاكس تربيع واحد في عشرة وسالب خمسة الكل تربيع على او بوينت واحد وتساوي لي واحد في عشرة وسالب عشرة على عشرة وسالب واحد من يصعد هذا اللي فوق ليش عشرة سالب واحد لأنه هو مرتبة واحدة راح يطلع الناتج واحد هي عشرة أس سالب تسعة هذا الكي أي ثابت تأين الحامض للهيدرو السيانيك أعزاء الطلبة اللي هنا وصلنا لختام المحاضرة الثانية انتظرونا بالمحاضرات القادمة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت كوم المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة